تمام يلا، احب اعرفك يا جماعه، معايا محمد اشرف النهارده، سمعوا له تحيه كده. وانا حاسس معاك حاجه يابا، سامعينك يا اسطى، رفض صوتك. صوتك مظبوط. ماشي يا الاخبار انا تمام، يدوم بالصحه والسلامه. انا تمام الحمد لله، والله العظيم منور. طب دايما يا رب. بقول لك، انت عرفت ان اسم التراك ايه؟ بتنجان. يلا طبعا. طب كويس، قول لي بقى، سمعنا نكتة حلوة كده والنبي، عشان الواحد مزاجه زي الزفت من اللي بيحصل في مصر، عايز يفك شوية. بيقول لك يابا مرة 36 بيتقروا مع بعض، واحد مفيش التاني وش غيره. بايخة بايخة أوي بايخة أوي. بس حلو والله، والله حلو. طيب، قول لي نقطة عن الكهربائية. بيقول لك مرة كهربائي خلف 4 ركبوا مشترك. بايخة أبيخ من اللي قبلها بالظبط. طب اقول لك انا على بتاعت سباك وابيخ من الاثنين. بيقول لك مرة سباك راح فرح، لقى المعازيم بينقطوا راكب لهم جلدة. شفت؟ البيض يعمل أكتر من كده. انا هدخل بنتي دلوقتي تتفرج على نسمعنا دلوقتي، فخليك مهذب. يا جدعان يا جدعان والنبي يا جدعان. طب بص، انا اقول لك على حاجه، عايزين دلوقتي نتكلم على حاجه، بما اننا بنسجل وبما انه من الوقت، لان انا اصلا، هنتكلم دلوقتي على الاحداث والحاجات اللي بتحصل طب انا دلوقتي. هنتكلم على احداث. انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ شايف مين اللي غلطان؟ والله العظيم بص، هو مرسي غلطان بس مش في كله الصراحه. مرسي غلطان. طب مرسي غلطان في ايه؟ ناس فاسدة ولا فاشلة؟ انا اقول لك ليه على كده حاجة، كده اصلا؟ بص يعني لا مؤاخذة، بص ما كانش راضي، لا انا اقول لك على حاجة، معلش. انت تقعد تقول لي بقى مرسي كان بياخد اوامره من المرشد ومش من المرشد والكلام الفاضي ده اللي كل الناس بتقعد تقوله، ماشي. انما انا اقول لك على حاجة، دلوقتي مرسي راجل جه بانتخابات والناس نزلت وانتخابته، ويبقى الراجل يقعد المدة بتاعته. في فرنسا الناس المؤيدة للرئيس الفرنسي 24% بس، 24%، ولا حصل له عزل ولا حصل له اي حاجة. انما دلوقتي انت لما يكون عندك 50% من الشعب وتيجي تشيل الرئيس، يبقى انت لا تعرف ديمقراطية ولا تعرف اي بتنجاه، ويبقى احنا اصلا ما نستاهلش الديمقراطية. شعب واحنا كناس المفروض لما يجي مثلا زي اي رئيس المفروض تكون الاغلبيه مثلا على الاقل 50%، اكتر يعني 70%. صح ليه؟ لان يبقى اكتر من نص الشعب موافق، صح يبقى نص الشعب معترض ونص الشعب الثاني موافق. صح ماشي. ان يعني والناس بتقول هي معترض على ايه، وبنحاول نصحح اللي هم معترضين عليه. انما تيجي يعني طب مزاجك انت وتيجي وتشيل الرئيس، يبقى انت معلش انت مالكش بأي حاجة. طب ايه رأيك انت في القتل اللي بيحصل؟ بص اقول لك حاجه بصراحه، يعني داخليه بتتكلم. داخلية بس، داخلية والجيش يابا. الجيش انت مشيتش القناصين اللي كانوا بيقفوا على العمارات، قناص حربي. لا لا لا، ما انا دلوقتي في اخ محمد اسامه هينضم لنا كمان شويه، يعني باذن الله بندعي له كده بالرحمه والمغفره. انا عايز احيي من مكاني هذا الحاج محمد اشرف، الحاج سعيد اشرف اللي سابنا وراح نام، الحاج يحيى هشام، الحاج احمد ياسر، الحاج صالح، الحاج عباري، وبقية الرجالة. أحلى تحية وأحلى مسا. حي أنت بقى يا معلم الرجالة بتوعك.
ماتش بس، فاحنا ولا نحيي ولا نعمل حاجة، وهم يقولوا لنا نحط كده. صح، انت صح، انت صح، احنا مالنا؟ بص، مفيش اي حد فتح الشو خالص. احنا كده كم واحد بيتابع الشو؟ ولا واحد، صح؟ يلا طب ثانية واحدة، ثانية، انا هخلي الناس تخش دلوقتي. ثانية واحدة، ايه؟ انا دلوقتي على الهواء. ثانية، انا لسه بنزله اهو. يا جدعان يا جدعان، خش اسمع يا جماعة. بقول لك ايه، ما عندناش كده ولا واحد؟ عادي عادي، ما تخافش، شوية وهيجي. هيجي يعني؟ هيروح مسيرهم، ييجوا هيروحوا فين يعني؟ يابا ده مصر كلها قطن وصابع. المهم يابا اللي يجي يكون مجاعة عن اقتناع. حلو، يجي على اقتناع دي. يابا لازم الناس اللي تكون جايه لنا المفروض تبقى جايه حاسه ان في حاجه. ثانية كده، خليك معايا. الو، ليش لي اسطى على كلمة عبد الله؟ طب قالش ولا ما قالش يا اسطى؟ قالش ولا ما قالش؟ راح ولا جه؟ ايه ده؟ يا راجل قول كلام غير ده. انا مش فاهم، احنا عمالين نتكلم ومفيش ولا متابع. طب احنا بنتكلم مين؟ يا جدعان احنا على الهوا، اللي عايز يخش يسمع يخش بأدب، ما فيش حد داخل اصلا، بس برضه اللي يخش بأدب. طب انت عارف ازاي ان ما فيش حد متابعنا؟ افهم بقى، فاهمني ازاي ما فيش حد متابعنا؟ لا لا، انا على الملعب كل شويه ريفرش وما فيش ولا واحد فتح عمل بريك. طب يا جدعان، ايه رايكم ان احنا داخلين على اوميجا، انا والمعلم محمد، ماشي، الانترستس عبد الله ومحمد، الفيديو شات، ماشي، اللي عايز يخش يسمع يخش، اللي مش عايز عنه وعن اهله ما دخل، خلاص. ما هو الادب مش نافع، يبقى لازم نخش شمال. انا اسف يا جماعه، والله ما بقول لاي حد فيكم كده، والله ما بقول لاي حد فيكم كده، ماشي. انا بهزر، ده فريق الاعداد هو اللي بيقول كده، خلاص. هنخلينا على اوميجل. يلا يابا، يلا يلا يابا، بينا كده على اوميجل. يلا يلا يا جماعة، وكان معكم من هذه المنصة عبد الله ضياء ومحمد أشرف، بنحييكم وبنمسي عليكم. الله، سلام.